طبعا كلنا عارفين احنا عشاق للرنجه والفسيخ ومن ايام قدماء المصريين والفراعنه. فسيخ ورنجه ده اساس عندنا، حتى كمان في رمضان كانت في ناس بتتسحر رنجه وفسيخ، بس يعني اهو دي امزجه بقى. خلينا مع بعض الرنجه نشتريها ازاي، وده اللي يهمني بصراحه، لان ممكن من اكله فسيخ او اكله رنجه نقضي العيد في المستشفى وتلبك معوي ومشاكل صحيه احنا في غنى عنها. طب ما تيجوا مع بعض كده في عجاله نشوف نشتري الرنجه ازاي. ايه هي الرنجه الاول؟ الرنجه دي سمكه بتيجي مستورده في مصانع كتيره في مصر، بتبدا تاخد السمكه دي وتدخنها. يفرق السعر عن السعر في عمليه التدخين نفسها، في اللي بيدخن السمك بخشب متخصص، في اخشاب غاليه، في اخشاب رخيصه. تلاحظوا حتى حبات الرنجه ايا كانت هي بتلاقوا في مكان بقها كده، مكان الخطاف ومكان التعليقه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فاروق كل سنه وانت طيب، وكل فريق العمل اللي احنا تعبنا في رمضان وعملنا حاجات حلوه من خلال العيد بعيد على حضراتكم، الاساتذه المخرجين والبروديوسر والاعداد والمصورين حبايبي والمساعدين بتوعي، كل عام وحضراتكم بخير. شايفين الرنجه، تلاقوا البوز بتاعها ده كده مكان التعليقه، بتتحط في دواليب، الدواليب دي بتتولع وبتحط فيها خشب في ليفر مختلف وبتنطفي وبتتساب بالشكل ده كده، وبتبقى سمكه مدخنه ريحتها حلوه قوي. طب انا عايز اشتريها. اولا لما تشتري حبيت الرنجه اللي هي مغلفه يشترط ان هي تكون ما فيهاش اي سوائل وتكون مشفوطه من الهواء جافه، دي رقم واحد. لقيتي الكيس فاكك وفيه ميه تبقى الرنجه دي مش كويسه، دي الف باء. رقم اتنين، فكيت الكيس او الرنجه سايبه عندك، لقيت صباعك بيعلم مكان اللحم بتاع الرنجه، اعرف ان الرنجه دي بايته ومش لطيفه واللحم بتاعها ماير وقديمه ومتخزنه وحالتها بالبلى، ما تشتريهاش. ده مش سمك بقى، ده رنجه يعني هناكلها هتجيلنا مشاكل معويه. اهو انا احط صباعي اهو، علم ل اهو هنا دي كمان اهو، علم ل وهكذا. حلو الكلام. واحنا بنفسخها بقى من بعضيها وبنشيل الجلده طلعت معاكي بسهوله، اعرف ان الرنجه زي الفل. لقيت الجلده مكلكعه وبطنها من جوه سودة، اعرف ان الرنجه مش كويسه. نعم يا اخي، اهو دي الرنجه اهي، حلاوه قشطه زي الفل. تمام، هنبدا نعمل اول حاجه دلوقتي الرنجه مشويه بالبرتقال. ازاي؟ ايه فكره الرنجه المشويه بالبرتقال؟ معانا ورق زبده وورق فويل، وتعالوا في عجاله كده بسرعه هعلمك ازاي تعملي حبتين رنجه مشويين بالبرتقال. اول حاجه هنحط الفويل كده. مقادير الرنجه بالبرتقال استاذه رحاب بعد اذنك، اهو رنجه بالبرتقال، ورقه فويل حلو، وورقه زبده. تسلم ايدك يا شيف، اهو زي الفل. تمام تمام، الورقتين دول معانا هنخليهم كده على جنب اهو، نوسع كده عشان عايز اعملها لحضراتكم، لان دي حاجه سهله على فكره تقدري تعمليها بسهوله وتغيير. مش كل يوم هتبقى سلطه الرنجه بالطحينه، اي نعم دي اساسي وهنعملها مع بعض النهارده، بس انا حابب انك انت تعمليها بطريقه جديده النهارده. رنجه مشويه بالبرتقال، اه هناخد حبتين الرنجه دول معانا زي الفل بالشكل ده كده، وهنعمل ايه يا عم الشيف؟ بسكينه صغيره نيجي عند السلسله دي كده كده، الفتحه دي اه هو ده، دي مهمة جدا. اه كمان واحدة هنا اه، بس خلاص تمام، ونخليهم على جنب كده. ومعانا برتقان زي ده كده واحد يكون جامد، ما تجيبش البرتقانة الطرية، جيب البرتقانة الناشفة. حلو الكلام، وبسكينة مشرشرة عشان تتحكمي في السلايز بتاعها. اللهم صل على النبي اهو. الفليفر بقى بتاع زيوت قشرة البرتقان وطعم البرتقان هيخش جوه لحم الرنجه، وتاكل رنجه بفليفر تاني خالص وبطعم تاني. هي دي الاسرار، هي دي التركايه. حبيتين برتقان موجودين معانا اهو، اه والبرتقان في السوق كتير اه، ما اشترطش يعني بسره ولا سكري ايا كان يا غالي، بذر من غير بذر مش هو ده الموضوع. لقيتيش برتقان هاتي استفادي ماشي، بيسالوني برتقان بسره ولا سكري؟ اللي موجود خلي بالك، يفضل للامانه برتقان العصير، برتقان العصير اللي احنا عارفينه بيبقى فيه شويه مزازه وشويه حموضه. اه حلو، اه ادي الورقتين الفايل. انا عايز حضراتكم النهارده نفطر الرنجه بالبرتقال، حاجه لطيفه وجميله. ايه رايك يا حلوه يا ست الكل؟
هناخد حبايه الرنج دي نحطها كده. يا ويلي ايه ده ايه ده يا شيف الحلاوه دي، زي الفل. ونفس الطريقه على الوش اهي كده، وهنقفلها دلوقتي زي ورقه اللحمه. حلو الكلام. ونحطها في بايركس او في صينيه وندخلها الفرن في درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. اللهم صل على النبي. اهو اهو، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اهو تاني اهو، ودي كمان زي الفل. بس تمام. زيت زيتون طبعا، زيت زيتون. شفت التركية دي بقى؟ هو ده هو ده. عايزك تدلعها لي دي يا فاروق بالله عليك. شفت الرنجة وهي قاعدة كده في البرتقال، عايمة في البرتقال. البابريكا الحلوة، هو ده. اه زي الفل. وناخدها كده اهي، شوف التركية دي كده اهو، ونقفلها بالراحة بالزبدة الأول عشان هنقدمها على السفرة بتاعتنا بالزبدة اهو. الله عليك الله عليك وعلى ولي. ونقفل القفله دي كده، ونفس الطريقه كده اهو، كانك بتعملي ورقه لحمه، انت شاطره في عمايلها. ونيجي نفس ورقه الفويل العكس بقى اهو. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ ايه الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ هو ده البخار بتاع زيوت الرنجه وتدخين الرنجه وطعم الرنجه والسمكه اللطيفه دي كلها مع بعض اهي. في بايركس زي ده كده، اللهم صل على النبي. وهندخلها الفرن زي الفل يا عم الشيف اهي. ايه اللي حصل تاني؟ هشرح نظري بسرعه كده. ورقه زبده، ورقه فويل، الاثنين مع بعض لازم، وده موجود في اي بقاله. وحطينا شرايح من البرتقال، حبتين رنجه فتحناهم من عند السلسله، رصينا الرنجه. ممكن تعملي 3-4 زي ما انت عايزه بقى حسب عدد الاسره. وحطينا برتقال تحت وفوق بشرايح لطيفه، ورشه زيت زيتون، وحبه بابريكا. الليمون بعدين، الليمون ما يخشش النار، الليمون ما يخشش الفرن، الليمون واحنا بناكل، عصره ليمون كده على الرنجه بعد ما نفصصها. هناخدها زي ما هي كده، الفرن بتاعنا درجه حرارته 180. الله على الحلاوه وعلى الله على الجمال، زي الفل. حاضر، هناخدها زي الفل كده وفي ارضيه الفرن اهي. بس خلاص. ناخد بعدها نطلع فاصل صغير على الرنجه، ما تتبخر مع البرتقال والزيوت الطياره بتاعه البرتقال والحلاوه دي كلها. ونفتح الفرن ونشوف اخبار الرنجه بالبرتقال وصلت لفين. طبعا زمانها اتبخرت دلوقتي، خدت طعم البرتقال والبرتقال خد طعم الرنجه. هنعمل تركايه دلوقتي حلوه مع حضراتكم هتشوفوها. عايزين بس نولع النار دي كده بسرعه، مهم. زي الفل. يلا نطلع الرنجه مع بعض. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هي كده. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اه. كل اللي انا هعمله دلوقتي طلعت من الفرن، خليها مقفولة زي ما هي. طبعا مش مطلوب من حضرتك ان يكون عندك الفلامبيه اللي موجود معانا ده كده، ولكن للأمانة دي مصروف بسيط في وسط البلد بتشتريها في محلات بتاعة الأدوات المنزلية، خليها عندك، تقدم عليها فاهيتا، تقدم عليها شاورما، تقدم عليها رنجة مشوية، حاجات لطيفة كده بتعمل جو في البيت، بتشوفوها في بعض المطاعم يعني. حلو الكلام. هناخدها زي ما هي كده ونشيل دي من هنا. والله يا شيف مغازلة طريقة جديدة، ورينا هتوريها، هتعملها لنا ازاي وتقدمها لنا ازاي. ادي السكينة، اللهم صل على النبي. ونجي هنا كده يا عم الشيف، ايه السله؟ احنا ورانا حاجه. طالعين من رمضان بقى، كل عام وحضراتكم بخير. كحك العيد في البيت عامل زحمه، اشتريناه عملناه على طريقه الشيف المغازي ايا كان. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده يا شيف، ايه الحلاوه دي اهو. وناخد البرتقال ده من هنا كده، وناخد البرتقال ده من هنا كده عشان تبان الرنجه وحلاوتها. الله، شفت ازاي اهي واخده طعم البرتقال. اللهم صل على النبي. هتلاقي رنجه بطعم تاني ومدرسه تانيه خالص. عايز اوريك حاجه هنا، تفاصيل صغيره ولكن ها ها طعم جديد
ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي كمان نشوفها. ايوه ده شفت بطن الرنجايه عامل ازاي؟ ناخد الليمون ده كده العصره دي كمان. الف انا وشيف لي اللي ياكل. نشيل ده من هنا زي الفل. دي طريقه لطيفه وجميله لعمل الرنجه بالبرتقال، وطبق جديد لولادك لضيوفك اللي مش حابب ياكل فته النهارده، طاجن باميه باللحمه الضاني، كل واحد بعايد بطريقته بقى. في واحد بيكتفي بالبسكويت وكحك العيد مع كوبايه شاي باللبن زي ما انتوا حابين. زي الفل. دي الرنجه بتاعتنا، ممكن تقدمي معاها بقى بصل اخضر زي ما انت شايفه كده، سنه شبت صغيره زي ما احنا حابين.